إذا المشاهدين الكرام، للوقوف عند مجزرة مخيم النصيرات، تبعات هذه المجزرة، ردود الفعل عليها إضافة لآخر التطورات في غزة وانتهاكات قوات الاحتلال، ينضم إلينا الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين عبر سكاي من عمان. كما ينضم إلينا من مدينة جنين الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ عدنان الصباح عبر سكايب أيضا. مرحبا بكما. أبدأ معكم أستاذ معاذ. تصريح واضح من قبل قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن مجزرة النصيرات، قلتم في هذا البيان إن المسار تعدى من مجرد الحرب إلى قصد إبادة الجنس البشري، هل توضحون ذلك أستاذ معاذ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام ولضيفك العزيز. الحقيقة المجزرة جاءت في سياق معروف بالنسبة لكل من يتابع الشأن الفلسطيني وتداعيات الأحداث التي تجري على قطاع غزة، على الرغم من أنها جاءت في نمط فلنقل مغاير نوعا ما للمجازر السابقة التي وقعت خلال الأشهر الماضية والأسابيع الفائتة، لكونها جاءت عملية أو في سياق عملية عسكرية مشتركة بين جيش الاحتلال والجيش الأمريكي، أو بمعنى أكثر دقة، قوات منتخبة خاصة من جيش الاحتلال والجيش الأمريكي استغل الجيش الأمريكي موضوع الرصيف العائم ومارس خبثا كما أسمته بعض الأوساط الصحفية والأوساط السياسية على مستوى العالم التمويه الإنساني، حينما توغلوا إلى عمق الأراضي في غزة عن طريق شاحنات المساعدات في نوع من يعني الإيغال والإصرار على ارتكاب هذه الجريمة. ما جرى في موضوع مجزرة النصيرات حقيقة له دلالات كثيرة، سواء ما يتعلق بالمنهجية الصهيونية في حربها على قطاع غزة، أو ما يتعلق بمسار الصراع المستمر منذ 8 أشهر، ونحن دخلنا أعتاب شهرنا التاسع. هناك كثير من الإشارات، هناك كثير من الدلائل تصادق على حقيقة ما تراه المقاومة الفلسطينية على أرض الواقع. الجيش الاحتلال بنفسه يقدم ثوابت وشهادات مجانية تؤكد على أن المقاومة في غزة ما تزال بخير، على الرغم من حجم الإيلام الذي يصيب حاضنتها، رغم الدماء التي تراق، رغم الضحايا الذين يقترب عددهم رويدا من 40,000 شهيد، ما تزال المقاومة صامدة للشهر التاسع على التوالي. الطباعات التي تعطيها ردود أفعال جيش الاحتلال تؤكد ذلك. لم يكن جيش الاحتلال يمارس هذه العنجهية وهذه الغطرسة بهذا النمط الإجرامي الموغل بالدماء لو لم يكن قد أصابهم كسار نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية. إذا عدنا بالذاكرة قليلاً إلى الأيام الأولى من معركة طوفان الأقصى، جميعنا سمع تصريحات المسؤولين الصهاينة، سواء ما كان منهم مسؤولا سياسيا أو مسؤولا عسكريا، اتفقوا على أن ما سيجري في غزة عبارة عن نزهة، سيقضون بضعة أيام يقضون فيها على المقاومة ويصفرون قطاع غزة من أهله ويمهدون لبناء مستوطنات ومنشآت إسرائيلية كما يسمونها جديدة. لكن الذي حصل أنه مع دخول الشهر التاسع من معركة طوفان الأقصى، لم تقوى القوات الصهيونية على أن تؤدي فعلاً ميدانياً فلنسميه بين قوسين ناجحاً من وجهة نظرهم إلا بالاستعانة بالقوات الأمريكية. وماذا حصل في هذه العملية؟ أنهم حرروا 4 من يسمونهم رهائن مقابل فقدانهم 19 آخرين، بينهم ضابط كبير في قوات اليمام التي هي يعني تعد من قوات النخبة في طريقة تعاطيها مع فصائل المقاومة. المعيار الذي ننظر إليه في هذه العملية أنه معيار خاسر بالنسبة لقوات الاحتلال بمقابل نجاح استراتيجية المقاومة التي عبرت في اليوم الثاني من المجزرة، قالت إن أي من المحتجزين الإسرائيليين عندها لن يتم الإفراج عنهم بدون الشروط التي توافق عليها المقاومة، وليس بالرضوخ بسبب حجم الجرائم التي يمارسها كيان الاحتلال. أستاذ عدنان، أجدد الترحيب بكم. فيما مضى من الوقت وزير الحرب غانتس أعلن استقالته من وزارة الحرب، كيف سيكون أثر هذه الاستقالة على حكومة نتنياهو وعلى الحرب في غزة من وجهة نظركم أستاذ عدنان؟ مساء الخير لحضرتك والضيف العزيز والمشاهدين الكرام. أولاً، واضح أن الولايات المتحدة بدأت تعد العدة بشكل جيد لتغيير المسار المقتلة بشكل أو بآخر.
لأسباب عديدة. السبب الرئيسي في ذلك أننا دخلنا الشهر التاسع دون أن يتغير شيء، وقلنا وأعتقد حتى على شاشتكم المحترمة أنهم يبحثون بشكل أو بآخر عن إنجاز ما هنا أو هناك لكي يتمكنوا من أن يقولوا أننا فعلنا شيئا. لكن طول أمد الحرب، طول أمد المقتلة، حجم الخسائر التي يتعرض لها الاحتلال على أرض غزة، والوضع الذي يعيشه الكيان بكل هذه الفوضى والإرباك والفشل المتواصل والهزائم المتواصلة والإغراق في الهزيمة التي بدأت صبيحة يوم 7 أكتوبر ولا زالت ونحن في الشهر التاسع حتى الآن كما هو الحال علي، لم يتغير شيء. وما أنجز بالنسبة لهم أمس كان إنجاز أمس على أي حال وانتهى، ولن يكون له أي تأثيرات في كل المعارك تحدث مثل هذه الأشياء، لكنه يعرف حجم الثمن الذي دفعه في سبيل الوصول إلى هؤلاء الأسرى، وحجم الثمن الذي دفعناه نحن الشعب الفلسطيني من دم أبنائنا يوم أمس في واحدة من أبشع وأقدر المذابح التي تعرض لها شعبنا منذ بداية هذه المقتلة وحتى اللحظة. الصورة الآن وبلينكين كما تعلم قادم إلى المنطقة ويريد أن يعيد ترتيب الأوراق. هناك أزمة حقيقية أمام جيش الاحتلال في الشمال، هناك أزمة حقيقية أمام جيش الاحتلال في قف الضفة الغربية، وهو يحاول جاهدا الآن بكل الأشكال القمع والجريمة التي يرتكبها في الضفة الغربية لمنع اشتعال المقاومة أكثر فأكثر في الضفة الغربية. الاحتلال يدرك أن حجم الصمود الأسطوري الذي تعيشه المقاومة في قطاع غزة، اشتعال الضفة الغربية، اشتعال الجبهات المساندة في كل المواقع، عدم قدرته على أن يحقق إنجاز واحد طوال 8 شهور ونيف حتى هذه اللحظة. هذا كما تعلم أن السيد الحقيقي للمقتلة الذي يخطط والذي يقرر والذي ينفذ هو القاتل المأجور، لكن صاحب القرار هو بايدن وعصابته. بايدن الآن الظروف الداخلية، الاقتراب من موعد الانتخابات، خروج ترامب بشكل أو بآخر كمدان ساعده على أن يتقدم خطوة، إذا لم يفعل شيئا أكبر في ظل حجم تصاعد حجم التأييد العظيم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني جماهيريا والتزايد وتصاعد هذا التأييد وحجم الانتقادات التي بدأت تتوجه للجريمة التي تقوم بها ترتكبها الولايات المتحدة بيد قاتلها الماجور، هذا يحتم عليه أن يجد مخرجا، وإلا فإن بنيامين نتنياهو معني لأن يذهب به إلى إغراق أكثر وإلى معركة أوسع وإلى حرب أشمل، سيجد نفسه متورط في مثل هذه الحال. لذلك صدرت التحذيرات من الولايات المتحدة قبل خلال الأيام القليلة الماضية أنه لا يجوز أن نذهب إلى حرب أوسع أو إلى حرب أشمل أو إلى حرب مفتوحة، وأن عليك أن تجد لنتنياهو مخرجا. المخرج الذي يريده الآن بلينكين في قدومه أن يجد غانتس خارج المعادلة، طيب. غالانت خارج المعادلة. قلنا إذا تمكن غانتس وغالانت وأيزنكوت من أن تشكيل جبهة حقيقية، وجود غالانت إلى جانب غانتس وأيزنكوت، وغالانت لن يكون وحيدا داخل الليكود، إذا تمكن فعلا كما تقول استطلاعات الرأي من الحصول على 4 أعضاء إلى جانبه، حتى معه 4 أعضاء، هذا يكفي لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الآن، لأن الأمور وصلت إلى يعني منتهاها، وهي تحضر لذلك عبر ما يسميه المشروع الذي وزعته على أعضاء مجلس الأمن قبل أيام، تحضيرا لعقد جلسة لمجلس الأمن. وأنت تعلم إذا تقدمت الولايات المتحدة، وكما علمنا ووسائل الإعلام قالت أن جميع الدول التي عرضت عليها مشروع عرض عليها مشروع القرار أعلنت التأييد، لم يذكر فيما إذا كانت الصين وروسيا قد أيدوا، لكن بالتأكيد الصين وروسيا سيكونون لن يكونوا ضد أي إجراء فيه وقف للمقتلة حتى في حالة استقالة يعني حكومة بنيامين نتنياهو، فإن القادم
يعني لن يكون شيئا جيدا بالنسبة للقضية الفلسطينية، سأبحث هذا الأمر معكم. ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ معاذ. الأستاذ معاذ الأزهر قال إن إرهابي الصهاينة بغوا في الأرض فسادا، ولكن السؤال المطروح هنا: مما تخشى بقية المؤسسات الدينية من أن تتخذ نفس الخطاب الذي اختطته هيئة علماء المسلمين والأزهر الشريف؟ نعم، بطبيعة الحال ما أسميتها المؤسسات الدينية تنقسم إلى قسمين، قسم يكون هو تبع للنظام الرسمي في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي، وقسم هو يعمل باستقلاليته وبمنهجيته وفكره وثوابته التي ينطلق منها. هيئة علماء المسلمين في العراق ومعها جميع الهيئات والمؤسسات الشرعية ضمن قوى تنسيقية العلماء جميعهم على قلب رجل واحد تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يجري في غزة. هم يبذلون كل يوم وسعهم في حشد الجهود السياسية والمالية والدعوية والفكرية وفي شتى مناحي الحياة، ويحرضون المقاومين على الجهاد وعلى الصبر وعلى الثبات وعلى الصمود، ويبحثون في كل مكان عن أدنى فرصة تؤهل جماهير الأمة الإسلامية من أن تؤدي دورها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى تجاه هذه الأزمة. أما الصنف الثاني من المؤسسات التي تكون تبع للنظام الرسمي فهي لا تملك من أمرها شيئا، هي تتحرك بما يمليه عليها نظام البلد الذي تنتمي إليه، وهذا النظام بحد ذاته هو أصلا تابع للنظام العالمي، النظام الدولي، لا يمكنه أن يتخذ إجراء معتبرا تجاه نجدة أهلنا في فلسطين وحتى في سوريا وفي العراق وفي السودان التي تعاني ما تعاني من أزمات ومن مشكلات مضى عليها سنة كاملة دون أن يتم هناك أي حراك معتبر حقيقي يمكن الناس من إنجال أهلهم في السودان. على كل حال، هذه المؤسسات الرسمية وما يتبعها من الأنظمة الرسمية قلنا في وقت سابق ونعيدها نكرر، قد غسلت الأيدي منها لأنها غير مؤهلة لأن تكون أداة بإمكانها أن تحقق لأهلها في شتى أصقاع الأرض من عرب من مسلمين من غيرهم، لن تستطيع أن تحقق لهم نجاحا، لن تستطيع أن تحقق لهم نجاة من المعاناة التي تطوقهم من كل جانب. لذلك القضية وما فيها أن أهل العلم الربانيين دائما ما تكون لديهم قضية واحدة تجاه المسلمين في أي مكان من هذه الأرض في فلسطين وفي غيرها، أن نصرة المستضعفين الذين يواجهون عدوانا فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل إنسان يدين بهذا الدين، فرض عين على كل من يؤمن بشريعة الإسلام منهجا وسلوكا ونمط حياة. لهذا الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالمسلمون جميعا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء متاح أمامهم لنجدة أهلهم ونصرتهم، النجدة على المستوى الإنساني ولا على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي أو على المستوى الإعلامي وكافة شؤون الحياة الأخرى. الله عز وجل أودع في الإنسان قدرات تمكنه وتؤهله من أن يأخذ دوره في الحياة، ومن تلك الأدوار التصدي للعدوان والظفر على كل من يريد أن ينال من أمة المسلمين سواء بجسدها العام أو بجزء منها كما يجري الآن في غزة. ولهذا لا تقبل أعذار الناس بأننا والله لا نملك إمكانيات وأن العدو أقوى منا وأن العالم كله محتشد مع الكيان الصهيوني ونحن وحيدون في الميدان. هذه الأعذار غير مقبولة في منظار الشريعة الإسلامية. سوف يسأل الله عز وجل جميع هؤلاء الذين يتحججون بهذه الأعذار يوم القيامة عن أنكم فرطتم فيما أودع الله عز وجل فيكم من قوة ومن مؤهلات تمكنكم من أن تصدوا العدوان وأن تنجدوا إخوانكم. أستاذ عدنان، توقفنا معكم، يعني حتى لو استقالت حكومة بنيامين نتنياهو، القادم سيكون أفظع وسيرتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى. يعني إذا كان المجتمع الدولي يعول على مثلا على لابيد فهو أكثر، يعني ربما يكون جزارا مثل بنيامين نتنياهو ومن قبله، وإذا كان المجتمع الدولي يعول على بن غفير فهو متطرف يهودي يميني متطرف. فما الفائدة إن استقالت حكومة بنيامين نتنياهو، وكيف سيعود بالمنفعة على الشعب الفلسطيني أستاذ عدنان؟ أنت تقول المهم وكنا في طريقنا لقول ذلك، ولكن اسمح لي أن أستغل وجود الأخ العزيز
معاذ مع حضرتك هنا، وأن أذكر في أن بيان الأزهر الشريف كان بيانا مهما، جاء متأخرا ولكنه مهما. أن تأتي خير من أن لا تأتي حتى لو أتيت متأخرا. وأعتقد أن بيان علماء المسلمين في العراق أيضا مهم ويأتي ضمن هذا السياق، ولكن هذا لا يكفي أخي معاذ. كل علماء المسلمين بل وكل المسلمين الآن مطالبين حقيقة بوقفة حقيقية إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد مظلمة الشعب الفلسطيني، ولكن أولا وقبل كل شيء إلى جانب الذات، لأن المعركة التي تخاض ضد الشعب الفلسطيني، المقتلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إذا ما ترك هذا الشعب وحيدا صدقني هذه المقتلة وهذه المظلمة ستطال كل الذين صمتوا عن شعبنا وعن أطفال شعبنا. وأنا أعتقد أن هذا النداء يصل كل ثانية من أطفال قطاع غزة إلى علماء المسلمين وإلى كل المسلمين والعرب. على أي حال، نعم، الذي يريده بايدن يا سيدي في إسقاط حكومة نتنياهو، أنت تعلم ما معنى أن تسقط حكومة نتنياهو؟ أولا أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، يعني أن تتحلل من أي قيود وأن تصبح حكومة فاعلة دون تأثير، وهي فقط لديها وقت زمني محدد، وهذا الوقت قد يطول، لأن الخطوة الأولى بعد سقوط الحكومة في 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 الكنيسة الاحتلال أن يبدأ مشاورات لتكليف رئيس وزراء جديد، وقد تمتد هذه المشاورات إلى حوالي 60 يوما، وإذا فشلوا مرة وأخرى ولا تدري كم ستمتد، يعني يمكن 60 ورا 60 وهكذا، ثم قد يقرروا أن لا فائدة من إعادة تشكيل حكومة جديدة بنفس الكنيسة القائمة، فعلينا أن نذهب إلى انتخابات، وإذا ذهبنا إلى انتخابات فنحن أيضا بحاجة إلى فترة انتقالية تطول أكثر بكثير من ذلك. إذن بايدن ورئيس العصابة يريد، والعصابة يريدون تحميل شخص واحد أو مجموعة من الشخوص كل الجريمة وكل المقتلة المرتكبة منذ ظهيرة 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. وبالتالي وجود بنيامين نتنياهو في حكومة تصريف أعمال يعني أن هذا القاتل سيواصل جريمته، نعم كما ذكرت حضرتك، أكثر وأكثر، ولكن سيكون أمام بايدن فرصة لأن يقول ماذا أفعل مع حكومة تصريف أعمال، وماذا أعمل مع حكومة بها بن كبير وسموتريتش. وهؤلاء يدركون جيدا أن هذه الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم لكي يكونوا في الحكومة. خروج جالانت إلى جانب أن بايدن يريد إسقاط هذه الحكومة، نعم يريد إسقاط حكومة سموتريتش وبن كبير، ويريد تحميل وزر كل الجريمة لبنيامين نتنياهو، لأنه أصلا بنيامين نتنياهو بكل الأحوال بالجريمة بدون الجريمة بالجنايات الدولية بدون الجنايات الدولية ذاهب إلى السجن حتى على الفساد. فهذا رجل الولايات المتحدة حرقت أوراقه، يعني لم يعد يعنيها بشيء، وقد كان رجلها في الماضي رجلها الأول، طيب. الآن هذا ضحيتها الأول، يريدون أن يتخلصوا منه وأن يحملوه وزر كل ما جرى. إخراج جالانت، وجالانت أقرب إلى الولايات المتحدة لأنه كما تذكر الوحيد الذي وقف ضد الانقلاب القضائي وأسقط مشروع الانقلاب القضائي بشكل أو آخر، الوحيد الذي وقف ضد إعفاء الحريدين من التجنيد، الوحيد الذي قال لبنيامين نتنياهو في أكثر من موقع لا، هو جالانت. جالانت الآن وغانتس وأيزنكوت هؤلاء يشكلون كتلة واحدة، إلى أي مدى مع المعارضة الموجودين في الخارج؟ من جانب آخر ما تقوله صحيح، نحن لا نتحدث عن معارضة تخص الشعب الفلسطيني، هم يختلفون من سيقتلنا أكثر وكيف. حتى الذين يقولون أوقفوا الحرب يقولون علناً أوقفوا الحرب مؤقتا ثم عودوا بعد أن نحصل على أسرانا واقتلوهم. لا أحد يقول أن هناك مقتلة، لا أحد يقول أنه لا يريد مواصلة المقتلة والجريمة، هم متفقين على دمنا، والذي يعتقد أن هناك خلاف داخلهم على دمنا يعني هذا واهم. طيب، لا يوجد خلاف. طيب أستاذ عدنان، يوجد فقط آليات عمل. نعم، وصلت الفكرة. الوقت أدركنا أستاذ معاذ بدقيقة ونصف. هناك مسؤول إسرائيلي يتحدث ويقول بأن عملية النصيرات يمكن أن تتكرر في المستقبل،
ماذا يعني أن تخرج مثل هكذا تصريحات على الرغم من الردود الغاضبة حول هذه المجزرة المروعة؟ من يتحمل مسؤولية هذا الصلف الصهيوني أستاذ معاذ؟ نعم، بطبيعة الحال هو حينما يصرح تصريحات من هذا النوع هو لم يأتي بشيء جديد. نعم. كما قلنا نحن في تصريحنا أن منهجية الاحتلال تجاه في عدوانه على قطاع غزة واتجاه أهل غزة هي منهجية واضحة ومعروفة منذ احتلال فلسطين، وليس منذ بدء معركة طوفان الأقصى. على مدى 3-4 قرن الاحتلال الصهيوني يمارس هذه النمطية في الإبادة وإزهاق أرواح المسلمين وغير المسلمين في فلسطين بهذا الشكل الغوغائي وبهذا الشكل النازي. إذا هو عندما يصرح بهذه الطريقة إنما في تقديري إنه هو يحاول أن يبث شيء من الخوف والرعب في الأوساط المجتمعية وحتى في الأوساط السياسية التي تدعم القضية الفلسطينية، يحاول بشيء من الجلبة أن يضغط على من لهم فلنقول من لهم كلمة على المقاومة حتى يجعلونها ترضخ لشروط الكيان الصهيوني في أي مفاوضات قادمة. هو يهدد بأنه يرتكب المزيد من المحرقات والإبادات ويسيل أنهار الدماء في قطاع غزة، ظنا منه أن هذا سوف يضعف الحاضنة الشعبية للمقاومة في غزة أو يضعف المقاومة نفسها. لكن هذا الحقيقة بطبيعة الحال هذا التصريح لا يعد أكثر من كونه مجرد نوع من المناورة التي يهدف من احتلالها إلى اتجاهين. الاتجاه الأول كما قلت لك يريد أن يبث الرعب في سبيل أن يضغط على المقاومة لترضخ لشروط إسرائيل، والنوع الثاني هو يحاول أن يظهر أن عمليته هذه عملية نوعية وأن نجاحه فيها هو النجاح الاستراتيجي الذي رسمته الحكومة الصهيونية بعد معركة طوفان الأقصى. لكن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك تماما. العملية هذه نعم أدمت أهلنا وآذت أهلنا، لكنها بطبيعة الحال عملية فاشلة من المنظور العسكري لأنها لم تحقق غرضا استراتيجيا يمكن أن يعول عليه في تغيير مجريات الحرب ومسارات الصراع. عبر سكايب من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري، وأيضا عبر سكايب من مدينة جنين الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني عدنان الصباح. شكرا جزيلا.